ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالتلفزيون الوطني التالي، هذه المرة تعد لنا الزميلة إشراق عبد الله رحمة ورقة حول تدريب المرأة، كان ذلك بمناسبة نهاية العام الميلادي 2017 واستقبال عام ميلادي جديد 2018. تولي الحكومة الجادية بقيادة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو جل اهتمامه بقضايا المرأة الجادية، حيث أطلقت العديد من المبادرات المحلية للارتقاء بالمرأة في المدن والريف باعتبارها إحدى مكونات المجتمع المحلي وأساس أي تنمية تنشدها الدولة. في الفترة ما بعد الاستقرار فأصبح للمرأة دور وعبر مسبوقة في الحياة السياسية وأماكن اتخاذ القرار في الدولة من خلال منحهن حق التمثيل الحكومي بنسبة 30% ومقاعد الحكومة والجمعية الوطنية في خطوات لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد منذ الاستقلال. كما أن للمرأة الجادية أصبح لها دور فعال في المجالات الكافة الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقضايا القومية بالبلاد. ترقية المرأة من ضمن أولويات الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، فأعطيت المرأة نسبة 30% في اتخاذ القرار، في مشاركة في اتخاذ القرار، وأيضا كانت المرأة دخلت في جميع دواوين الحكومة، أي ما من معترك سياسي إلا وقد دخلت فيه المرأة. هذا من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية السياسية أيضا لرئيسة الشرف اللي هي هند ديبي إتنو قامت بتأسيس مؤسسة سميت بكرمان، فهذه المؤسسة كانت توصي النساء دائما للالتحاق بأقرب مراكز الصحة والإنجاب كي لا تموت أي امرأة بأعراض الولادة. كما أن للمرأة لها دور بارز في القضايا الإنمائية. الوزارة للمرأة عملت أكتيفيتي كثير، البروجي ده يخلينا نساعده أبين هنا ريجون أربع، ريجون هنا سلامات، ريجون هنا لاغو، ريجون هنا كانيمو، ريجون هنا هجر نميس، دونك ننتم ليل أبين ده كله كسبعة ألف أبين بنفسي 5000 بنات خلوا لي كل و 2000 أبين هم مش المواسونيز باتوز مش الشارو مش الشارات خمام وننتم ميكرو كريدي كله ميكرو كريدي ننتم بلاش بلا انتري عسان 2017 ده قلنا ده ما يكون خلينا نمشي نشوفه في ريجيون ده بيزون هنا مشونو بس كما نقدر خمام كبس ننتم كما ما إلتنا بيزون هنا مريال شنو دونك مشينا جبنا فورماسيون ده بدور شنو ماتريال ده بدور شنو كله كلموا لنا في الاتيود ده على مين هسه كلهم واعيين هسه كلهم بعرفوا المرأة قاعدة ساكت كما في النساء نخلي نوري لها مين ده خليهم هم نسال بقته مش اللي لسه قاعد يسوي ده يكونتيني يبقوا اكتريس هنا ديفلوبمان عشان نادي ما اخر ما بقدي بيساعدهم هم من قبل هم من كان ساعدوا نفسهم ده بعدين الناس كان شافوا شغل هم من قبل بسوده بيساعدهم بزياده. انا رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو وليا ونصيرا لها واتوجه في كافه المجالات التي تصب في صالحها. وخلال تنصيبه رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو في 8 أغسطس الماضي اكد بان المراه الجاديه كريمه وهي شجاعه وهي وطنيه ملتزمه وذات كرامه فائقه وهي تستحق التقدير والاحترام، مشيرا رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو ان حمايه وتعزيز حقوق المراه هي في صميم اهتماماتي، منوها بان المراه الجاديه ستجد مكانتها في جميع قطاعات المجتمع الوطني. وفي كلمتها الافتتاحية في عيد المرأة في 8 مارس 2017 تناولت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو حقوق المرأة وطلبت من الحكومة ضرورة تطبيق القرار الذي
من المفترض بأن تقاسم المرأة الشادية فيه مع الرجل كل الوظائف سواء القيادية والوزارية والبلدية. تمنت من الحكومة أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، مشيرة إلى مسألة زواج القاصرات دون سن 18. بمناسبة الجمعية العمومية لنساء الرائدات، تشرفت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بحضورها التي أطلقت نشاطاتها في 16 ديسمبر بقصر 15 يناير. وقد خلصنا المشاركات بعدة نتائج طالبوا من الحكومة من خلالها بفتح مزيد من فرص للنساء في كافة الأصعدة، باعتبار النساء يشكلن أكثر من 52 من عدد السكان، حيث ينتظرن الكثير من المجلس الوطني والحكومة الاستجابة على مطالبهن. كما يجب على الشركاء والحكومة العمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والنهوض بالمرأة وتطويرها للأفضل، علما بأن الحكومة وضعت ضمن خطة التنمية الشاملة لعام 2030 برامج تستهدف المرأة الجادية كمكون اجتماعي هام تعتمد عليه البلاد في تسيير شؤون الدولة. بهذا الملف الذي عدته الزميل إشراق عبد الله الرحمن ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.